وللحديث أكثر عن نفوذ الميليشيات في العراق وفقدان البلاد لسيطرة القانون في ظل حكومات ما بعد الاحتلال، ينضم إلينا عبر سكايب من مالمو المتخصص في ملف الميليشيات عبد الرزاق الحيالي. أهلا بك معنا أستاذ عبد الرزاق. أهلا ومرحبا سيدي، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ عبد الرزاق. إلى أي مدى ترى أن الميليشيات باتت صاحبة القرار الأول في العراق، وهل تتفق بجميع الأحوال مع ما جاء في تقرير معهد الدراسات السياسية؟ تحياتي لك سيدي. سيدي، الأجهزة الأمنية بالعراق بكل مفاصلها، كل مفاصلها تقودها حكومتين، حكومة عراقية وحكومة ولائية. الحكومة الولائية يعني متمثلة بالميليشيات هي مسيطرة على الحكومة العراقية من خلال قانون الدمج، من خلال يعني يبعثون قطاعاتهم وقواتهم يخدمون بهاي الأجهزة الأمنية اللي تقودها الحكومة العراقية. فحكومة الميليشيات مسيطرة سيطرة تامة على هاي الحكومة، والحكومة عاجزة تماما، وهذا واضح من خلال ضباطهم، من خلال جنودهم، من خلال استخباراتهم ومخابراتهم المتواجدة داخل مفاصل الأجهزة الأمنية بالحكومة العراقية. وهي معروفة لدى الحكومة، معروفة لكبار الضباط العراقيين العاجزين أن يتعاملون مع سيطرة الميليشيات على العراق. نعم، المعهد الأمريكي أيضا أكد أن قرار دمج الميليشيات للقوات المسلحة بدلا من احتوائها أعطاها لربما مساحة أكبر للتحرك. هنا السؤال، هل كان يعني هذا الأمر مبيتا لربما لزيادة نفوذ الميليشيات أم ماذا؟ نعم، هذا الأمر كان يعني مدروس، والأوامر جت الميليشيات المتواجدة بالجادرة والخضراء أوامرها من إيران أنه يدخلون الأجهزة الأمنية والجيش والشرطة الداخلية، كل جهاز أمني أكدوا على أنه يدخلوه ويأخذون به رتب عالية أو حتى يكونون سريين. يعني اليوم الضباط اللي موجودين التابعين لهذه الميليشيات بدر أو غير بدر يعني يطلبون من عندهم ملخص عمل، يعني في كل فترة يطلبون ملخص عمل شهري، قد يكون شهرين، قد يكون أسبوعي، ملخص عمل حركة قطاعات الحكومة العراقية، وهذول يداومون داخل هاي المراكز ويداومون داخل مقراتهم اللي تابعين إلى المقرات الولائية، فيعطوهم تقرير عمل يعني وخلاصة العمل، تحرك الأفراد، تحرك الضباط، هذا كله موجود داخل مقرات الأحزاب الولائية اللي يعني دخلت أفرادها بطريقة الدمج أو اللي انتموا للحشد الولائي اللي تابع لإيران. نعم، بحسب مراقبين فإن الميليشيات أيضا تسيطر فعليا على عدة قطاعات كالنفط والمنافذ الحدودية. سيد عبد الرزاق، لماذا تصر الميليشيات أن تكون هذه القطاعات تحديدا تحت نفوذها؟ هذه موارد تمويل مهمة جدا لهذه الميليشيات سيدي، وخصوصا المنافذ، المنفذ على البحر في البصرة. هذه المنافذ يعني من خلالها حتى تعامل مع سفن إيرانية تسويق نفطها باسم النفط العراقي للشركات اللي تريد ما تبين نفسها أنه للجهات الأمريكية، ما تبين نفسها أنه تشتري من إيران للقطاعات الأمريكية تسوقها. هاي الميليشيات الولائية التابعة لإيران وهاي المنافذ، خصوصا منافذ البحر يعني والحدود ويا إيران، يعني هاي يعني يصير عليها قتال وما تنطيها الميليشيات الولائية، لأن أوامر إيرانية يجب أن تكون هاي المنافذ الحدودية والمنفذ البحري بيد الميليشيات الولائية التابعة إلى قاآن. يعني في حال النفط والمنافذ الحدودية، في حال خرجت عن سيطرة الميليشيات، كم ستعود بالنفع على العراقيين من وجهة نظرك؟ يعني هاي موارد مالية مهمة وكبيرة جدا يعني تدخل للعراق، إذا ولكن اليوم الحكومة مصطفى الكاظمي عاجز جدا، هو يعني حاول أن يسيطر على هاي المنافذ الحدودية وما قدر،
يعني هاي مليارات الدولارات تستفاد من عدا هاي الميليشيات الولائية، وحارمة ومانعة الشعب العراقي أن يستفاد من هذه الموارد، وهي الحقيقة يعرفها يعني دولة رئيس الوزراء، لكنه عاجز وللأسف الشديد. في ظل هذه السيطرة، كما تعلم أيضا ترتكب الميليشيات العديد من الانتهاكات القانونية والتي تصل بعضها إلى حد لربما الانتهاكات الجنائية. أين تقف الحكومة في بغداد من هذه الانتهاكات؟ وهل أصبح موضوع الإفلات من العقاب السمة البارزة في أو السمة المنتشرة في العراق اليوم؟ سيدي، اغلب الجرائم اللي شفناها احنا هي اغلبها من تسبين الى القوات الامنيه بالعراق، يعني جريمه مثلا اللي صارت بقتل هشام الهاشمي من الداخليه، جريمه احمد طويسه من الداخليه، اغلب الجرائم من المنتسبين لهاي الاجهزه الامنيه اللي هم بالاساس ميليشيات ولائيه. سيد مصطفى الكاظمي كاشف، هو والداخلية كاشفة كل الجرائم، وأغلب الجرائم بنسبة 95% هاي الجرائم مسؤول عنها هذه الميليشيات الولائية، لكن الكاظمي لا حول ولا قوة، هو يعرف جيدا أن هذه عمليات الاغتيال وعمليات التخريب بالعراق مسؤولة عنها الميليشيات الإيرانية، بدر وغير بدر، لكن مصطفى الكاظمي لا حول ولا قوة. يعني احنا بحاجة الى رئيس وزراء قوي. هنا السؤال سيد عبد الرزاق، يعني كما قلت الكاظمي لا حول له ولا قوة في هذه المسألة، هل هي مسألة ضعف أم أنها تتجاوز ذلك لربما إلى التواطؤ والتخادم مع هذه الميليشيات؟ أتحدث هنا عن دور الكاظمي طبعا. جزئين، دولة رئيس الوزراء مرة يكون هو يعني خايف، ومرة تدفع مصالحه، الحقيقة هو يحتفظ بهاي الملفات ويريد يفاوض عليها في الوقت المناسب اللي هو يتوقع يعني لربما يفرض عليهم أن يعاد مرة أخرى رئيس وزراء إذا رشح التيار الصدري. نعم، إذا كنت ضيفنا عبر سكايب من مالمو المتخصص في ملف الميليشيات عبد الرزاق الحيالي، شكرا جزيلا لك.